احمد يعني معانا كمان اسطوره برتغاليه، بنتكلم كمان عن البرتغال وان البرتغال كمان من المصانع في اوروبا اللي بتطلع نجوم على مستوى عالي جدا جدا، على مستوى التسويق، على مستوى اللعيبه، على مستوى المدربين. معانا ابل خافير الاسطوره البرتغاليه، الراجل دوت مدافع على طراز عالي جدا، لعب في بنفيكا ولعب في انجلترا، لعب ليفربول، ايفرتون، لعب في المانيا، لعب في ايطاليا، لعب في الدوري الايطالي الامريكي، لعب في الدوري التركي، يعني لف لفه كبيره جدا وعنده خبرات كبيره جدا جدا. هيسعدنا النهارده يكون موجود معانا عبر سكايب معانا هنا في المحترف. خافير مساء الخير عليك. مساء الخير على الجميع. مساء الخير كابتن علي رمزي، شكرا لتوجيه الدعوه لخافير ابي للزور على البرنامج معكم. اريد تحيه جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير الذي نعرفه نحن البرتغاليون ولديه سمعه كبيره في البرتغال. لا نستطيع ان ننكر كل ما فعله مانويل جوزيه الكبير والعظيم الذي صنع تاريخ كبير للنادي الاهلي والذي فاز بالعديد من البطولات مع النادي الاهلي. مانويل جوزيه كان فخر وتواجده فخر في مصر وعمل اسم كبير للمدرسة البرتغالية في مصر. أنا صديق مانويل جوزيه وأريد أن أحيي مانويل جوزيه من خلال هذا البرنامج، ومبسوط وسعيد بوجود المدارس البرتغالية في مصر والدوري المصري. احنا سعداء بوجودك معانا خافير، واكيد هيكون كمان لينا بعض الاسئله عن النادي الاهلي والمدربين البرتغاليين المتالقين على مستوى العالم. خلينا نتكلم اولا، كنا بنتكلم في عمليه اللاعبين، بناء اللاعبين واكتشاف المواهب، وعايز اعرف منك يعني في الثلاث سنين اللي فاتوا البرتغال كسبت 300 مليون يورو في عمليه شراء وبيع اللاعبين. عايز اعرف منك كيفيه اكتشاف اللاعبين هناك في البرتغال. المدرسه البرتغاليه دايما بتفرز او بتفرز لاعبين على مستوى عالي جدا جدا، على راسهم كريستيانو رونالدو. انت على حق، اهم شيء في الكره البرتغاليه وهو البحث عن المواهب والقيام باكتشاف هؤلاء. لا اتحدث فقط عن اللاعبين ولكن ايضا عن المدربين، لان المدربين البرتغاليين واللاعبين البرتغاليين يمثلون دخل قومي كبير للكره البرتغاليه. واذا ما اردت ان تعرف قيمه هذا الشيء يمكن ان تذهب الى المواقع الكبيره من اجل ان تشاهد كم منتخب، كم يوجد عدد اللاعبين البرتغاليين وعدد المدربين البرتغاليين الذين يغزون اوروبا. وهذا يعتمد على الجينات ويعتمد على توارث الأجيال، لأن هنا نعتبر الكرة رأس مال كبير للدولة، نقوم منها بالفوز بالعديد من البطولات، ونقوم منها أيضا بجلب الموارد، ومن خلال جلب هؤلاء الموارد نكسب العديد من المال. لكن الموجودون في تفريغ اللاعبين وعمليات الفرز هم نجوم ونجوم كبار، ويعلمون أين يذهبون من أجل أن يجلبوا لاعبون يصنعون الفارق في كرة القدم. هذا علم كبير وليس سهل على أي شخص أن يقوم بعملية فرز وتفريغ اللاعبين والمدربين. وبالنسبة لأكثر شيء أهم في هذا الموضوع، عندما تذهب، أتحدث عن الأكاديميات، عندما تذهب إلى البحث عن لاعب يجب أن تعلم قبل أن تصل إلى هذا اللاعب ماذا تريد. هل تريد مهاجم قوي؟ هل تريد مدافع؟ هل تريد وسط ميدان؟ يجب أن تحدد طلباتك، لأن إذا أنت ما ذهبت بعشوائية سوف تعود خالي الوفاض، وهذا هو الأهم في الموضوع. أنا بتفق معاك تماما خافير، أن لازم يكون في معايير للاختيار، مش مجرد أنك بتروح تتفرج على موهبة، ولكن معايير الاختيار مهمة جدا جدا على مستوى انتقاء المواهب. خلينا نروح لموهبة منتقلة حديثا من الدوري البرتغالي إلى البريمير ليج، نونيز، لاعب طبعا مميز جدا، انتقل مؤخرا من صفوف بنفيكا إلى ليفربول. شايف
هذا الانتقال ازاي شايف؟ هل نونيز يعوض غياب ساديو ماني وادواره المستقبليه مع ليفربول؟ بالنسبه لي نعم، تتحدث عن الميركاتو، وعندما تتحدث عن الميركاتو يجب ان تتحدث عن المال الذي لديك، كم لديك وكيف يجب ان تنفق هؤلاء الاموال. الموضوع ليس موضوع اقتصادي، لكن الكره في انجلترا والميركاتو في انجلترا لنا علاقه دائما كبيره بينهم، ولهذا قاموا بجلب نونيز. بالنسبه لي ذهاب نونيز الى ليفربول، كرة البرتغال ومستوى اللاعبين البرتغاليين يستطيعون أن يثبتون أنفسهم في أي مكان، لكن بالنسبة لي الميركاتو في البرتغال وإنجلترا ميركاتو كبير وكبيرة جدا. يمكن الصورة معلش راحت من خفير، هنحاول إن شاء الله نرجع الصورة تاني، لكن عايز أعرف تعليقك برضو يا أحمد على ما قاله في نقطة مهمة جدا، إنه بيقول لك السكاوتينج أو الناس اللي نازلة تتفرج لازم يكون عندك قبل ما تنزل أنت عندك معايير للاختيار، وده مهم جدا إنك عندنا يعني ممكن تكون الاختيارات عشوائية بشكل لعيب بيعرف يعمل دريبل ولكن المعايير مش موجودة، شايف النقطة دي إزاي؟ طبعا انا شايف النقطه دي موفقه جدا طرحها ابل خفير، وسحبها على مثلا الحاله المصريه في مساله رؤوس الحربة، افتكرت ده جدا وهو بيتكلم، يعني افتكرت جدا انه مصر، هل فعلا مصر خلال كل السنوات اللي فاتت دي عجزت ان هي تجد راس حربة هداف زي اللي كنا يعني بنطلعهم كده كل اسبوع راس حربة يطلع جامد؟ لا، المنتخب المصري على سبيل المثال افتقد ده، فممكن اليه السكاوتنج في المجال ده يبقى توجيه زي ما هو اتكلم برضو في ان احيانا ادرار اللعيبه او دخول اللعيبه بشكل ما من الناشئين بيدر اموال على الدوله. صحيح. ده ينقلنا لجنراسيون فوت برضو، جنراسيون فوت البدايه بتاعت ان هي كانت بتعمل كل ده في السنغال كانت يعني حل مشكله الهجره غير الشرعيه. عشان بتتكلم فيه مهم جدا، خلينا نرجع لخفير تمام مره ثانيه عبر سكايب. رجع معانا خفير الأسطورة البرتغالية، وكنا واقفين على نونيز، ونونيز طبعا انتقاله لليفربول، وانت زي ما قلت خفير اهلا بيك مره تانية. خلينا اروح معاك وانت بتتكلم على مواهب كثيره جدا على مستوى البرتغال ولاعبين على مستوى رونالدو على مستوى لاعبين كتير جدا، هل ده بيتضاعف من فرص البرتغال للحصول على كأس العالم القادم؟ انت شايف ان المنتخب البرتغالي وصل لدرجة المنافسة على الحصول لكأس العالم القادمة قطر 2022؟ نتحدث في الأول عن نونيز ونستكمل الحديث. نونيز لاعب كبير ولاعب عظيم ويستطيع وسيصنع الفارق مع ليفربول، لأن نونيز يقدم أداء عظيم وشاهدناه في دوري أبطال أوروبا وكم العظمة الذي صنعها اللاعب. لكن ليفربول، أنا سعيد بذهاب ليفربول لأن الليفر يلعب كرة جماعية كرة عظيمة، وهذا سيساعد نونيز في التأقلم سريعا مع محمد صلاح وسيتأقلم أيضا مع ذلك. ثم نعود إلى البرتغال. منتخب البرتغال منتخب قوي جدا، كل لاعب في البرتغال إذا كان كبير أو شاب يتبع خطة المدرب ويلعب كرة جماعية. منتخب البرتغال سيقوم بعمل بطولة كبيرة. في الأول البرتغال كان لديها مجموعة عظيمة وكان يصلون إلى مراحل متقدمة من نهائيات كأس العالم، ولكن عدم الفوز بالبطولات الكبرى أثر كثيرا في الأجيال الماضية، لكن مع كريستيانو رونالدو والمجموعة القادمة نحن نأمل كثيرا في كريستيانو رونالدو ونعول عليه، لأننا نريد كشعب البرتغال أن يفوز كريستيانو رونالدو بكأس العالم تتويجا لما فعله كريستيانو طيلة حياته وطيلة تاريخه، لأن معه الآن مجموعة كبيرة ومدرب كبير يلعبون كرة قدم عظيمة وكرة قدم جماعية. أعتقد أن البرتغال سوف تقدم بطولة كبيرة في كأس العالم. فيرميامو ميستر،
مستوى اللاعبين يؤهلهم للفوز بكاس العالم. عايز اخد من كلامك خفير نقطه مهمه جدا جدا يمكن عايز اناقشك فيها سريعا. بتتكلم على رونالدو كامال وطموحات الشعب البرتغالي في رونالدو للحصول على كاس العالم، ولكن قلت مع رونالدو موجود لعيبه كمان مميزه جدا جدا من اللاعبين المميزين على مستوى المنتخب البرتغالي. لو أنا للصوره للمنتخب المصري كل الامال بتكون فقط على محمد صلاح، وتتوقف امال المصريين على اداء محمد صلاح من خلال المنتخب. وفي يعني خلينا نتكلم بلغه الكوره ان لاعب واحد لا يستطيع ان يصنع الفارق. شايف ازاي هذا التقييم، وشايف ازاي كمان تقييمك لمسيره محمد صلاح في الموسم المنقضي؟ بالنسبه لمحمد صلاح انا سعيد جدا لان انا لعبت في ليفربول 3 أسابيع ماضية كنت في ليفربول. تمت دعوتي، كنت أحد أساطير ليفربول الذين لعبوا في ديربي المرسيسايد. كل الجماهير تحدثت معي ويعشقون محمد صلاح. محمد صلاح مستقبل ليفربول. محمد صلاح رغبته الحالية وعقليته يجب أن يستمر في ليفربول، وهو يريد أن يستمر في ليفربول لأنه سيصبح أسطورة وأيقونة من أيقونات النادي. أنا تحدثت مع محمد صلاح بعد الدعوة التي قاموا بتقديمها لي، وأنصح صلاح أن يستمر في ليفربول، وأتمنى أمنية خاصة أن يفوز صلاح ببطولة عظيمة مع منتخب بلاده، لأن هذا ما ينقص صلاح من أجل التتويج بأفضل لاعب في العالم. بعد ميسي وبعد كريستيانو رونالدو محمد صلاح سيكون أيقونة من أيقونات العالم وليس فقط ليفربول، لأنه يستحق ذلك. محمد صلاح إذا ما كان ليفربول في مستواه الكبير، محمد صلاح سيكون في مستوى أكبر، وأنا أتمنى أن يستمر في الليفر. أنا طبعا بأيدك جدا خفير، لأن محمد صلاح يعني أسطورة من أساطير ليفربول أوريدي، واستمراره في ليفربول اعتقادي الشخصي هيزيد من طبعا أرقامه القياسية بجانب ثقة الجماهير فيه بشكل كبير جدا، بجانب ثقة اللاعبين، بجانب ثقة المدير الفني يورجن كلوب. كل ده بيؤدي طبعا لاستمرار محمد صلاح مع ليفربول. كمان البريمير ليج والكرة الإنجليزية أثبتت هي الكرة المناسبة لإمكانيات محمد صلاح. طيب خليني أروح من محمد صلاح وأسألك عن اللعيب المصري. طبعا مع وجود مانويل جوزيه هنا في مصر فترات طويلة جدا جدا خفير، عايز أقول لك إمكانيات اللاعب المصري، وليه لغاية دلوقتي شايف إن مفيش عدد كبير من اللاعبين المصريين متواجدين في أوروبا؟ رؤيتك للاعب المصري خفير. أعتقد أن الجينات المصرية قوية جدا، إذا ما تحدثنا عن جينات اللاعب المصري. لكن يجب أن تتم مساعدة الموهوبون في الكرة المصرية. هم قليلون، أنا معك هم قليلون، لكن عندما يكون هناك لاعب مصري يمتلك جينات لاعب كبير، يجب أن تترك اللاعب المصري ذات موهبة أن يحترف في أوروبا، لأن صلاح أكبر مثال. إذا لديك موهبة كبيرة، الموهبة لن تنضج في مصر، ليست لديكم الأجواء وليس لديكم الإمكانيات وليس لديكم أي شيء من أجل أن يكون هناك موهبة كبيرة تنضج في مصر، مع كل الاحترام للكرة المصرية. لكن يجب أن تتحدث مع اللاعب، ويجب أن تنظر إلى مستوى مختلف للاعب المصري واللاعب الأوروبي. كيف تريد مستوى لاعب أوروبي في مصر؟ لأن تتحدث عن الفنيات، تتحدث عن الخطط، تتحدث عن التاكتيكس. الكرة المصرية لا تساعد اللاعب ذات موهبة أن ينضج في مصر. أنا أتمنى، لأن لديكم العديد من اللاعبون، اتركوا اللاعبون المصريون يذهبون إلى أوروبا، ولكن ذات موهبة فقط، لأن هذه الأوقات هم أقوياء. وأعتقد أن الفرص في هذه الأيام كثيرة وكثيرة جدا، لكن يجب أن لا تضيعوا هذه الفرص. لكن بالنسبة لمصر عموما،
يجب أن يكون هناك أسس كبيرة للكرة المصرية، ويجب أن يكون نظام للكرة المصرية من أجل النهوض بالكرة المصرية، ومن أجل أن يكون هناك لاعبون كسر لا تعتمدون فقط على لاعب أو لاعبين. مصر تمتلك شباب كثيرة، لكن نعود إلى بداية الموضوع. يجب أن يكون هناك كشاف، يمكن أن يكون هناك العين التي تقوم بالبحث وتفرز وتفريغ اللاعبين. لكن أنت ترى اللاعب المصري عندما يخرج لأوروبا يقوم بعمل مستوى كبير ويقوم بعمل أداء عظيم، لكن يجب أن تحدد المعايير. أنا أحترم اللاعب المصري وأعتقد أنه اللاعب المصري عندما يذهب إلى الخارج يقوم بعمل كبير جدا، ويجب أن يكون المدرب لمنتخب الوطني يختار بعناية، لأن شاهدت المنتخب في الأيام الأخيرة والآونة الأخيرة مصر للأسف تمر بمستوى سيء جدا لا يليق بكم ولا بالكرة المصرية. أكيد هيكون لنا لقاء كمان نتكلم على المنتخب المصري والكرة المصرية، لكن كمان من الأمثلة اللي أنت بتبرزها يمكن كان عندنا مثال واضح جدا للعيبة المصرية المتألقة في أوروبا، على سبيل المثال للاعب الكبير النجم عبد الستار صبري اللي كان لاعب في البرتغال وكان ملهم لكريستيانو رونالدو بشكل كبير جدا. ده كمان دليل على موهبة اللاعب المصري. أخيرا خفير هسألك آخر سؤال، على هل تعافيت من صدمة ضربة الجزاء في اليورو 2000 أمام المنتخب الفرنسي وكان المنتخب البرتغالي قريب من فوز بهذه البطولة؟ بالنسبة لي لو كنت لاعب فرنسي لم تكن تحتسب هذه ضربة الجزاء، لأن في هذه الأيام كنا في فرنسا وكنا نقدم أداء عظيم وكنا نقدم مباراة في قمة الروعة وكنا قريبين. لكن بالنسبة لضربة الجزاء أنت شاهدتها والعالم كله شاهدها. أنا كنت أمام المرمى لكن لم أقصد أن تكون لمسة يد، ولمسة اليد لم تكن متعمدة، لكن الآن لدينا تكنولوجيا، الآن لدينا الفار. لو كانت في هذه الأيام لم تكن تحتسب، لكن أنا حزين. ليه فكرتني بضربة الجزاء؟ هذا شيء يؤلمني ويؤلمني كثيرا، لكن أنا حزين لأن البرتغال قامت بعمل بطولة كبيرة في أوروبا، لكن أنا بالنسبة لي شخصيا أنا هادئ الآن. للأسف لا أريد أن يغضب البرتغاليون مني، تقدمت بالأسف، هم أعتقد أن أنا كنت السبب في الخروج أكيد أمام فرنسا. أكيد كل هذا الشيء أنا نسيته، ولكن يجب أن نفوز بكأس العالم من أجل أن ينسوا هذه ضربة الجزاء. أتمنى للبرتغال حظ سعيد، ولكن البرتغال إذا كانت مكان فرانسا كنا سنذهب لضربات الترجيح، لكن ما حدث معنا أشياء كثيرة، أشياء حزينة وكثيرة، لكن الجميع شاهد ما حدث، وكنا نستحق أن نتأهل على حساب فرنسا في هذه البطولة، لكن هم تعمدوا إقصاء البرتغال. أبيل خفير طبعا الأسطورة البرتغالية وأسطورة ليفربول، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. هاني رمزي عناق كبير وتحية كبيرة لك، وشكرا لكل جماهير النادي الأهلي وفرز أهلي، وأتمنى حظ سعيد للكرة المصرية والنادي الأهلي. شكرا جزيلا أحمد.